أمين أنت أحد متساكني ولاية صفاقس ونحن موجودين في الوقت الحالي أمام مستشفى لحبيب بورقيبة شنو قاعد يصير؟ اللي قاعد يصير هو تقصير كبير من الدولة هذا معناها مما لا شك فيه أه الحلول موجودة لكن ما يحبوش يعملوها الحلول موجودة لكن ما يحبوش يعملوها قول قائل علاش كيفاش؟ المشكل الاساسي هو المصب نتاع القنا اللي هو فيها قارب واللي هو من 15 سنه مصب من 15 سنه وفيه قرار غلق وقرار الغلق جاء دونك يعني احتراما للناس اللي غادي كي واحتراما للعباد اللي تعيش ارواح بشريه ما هماش هما حتى حيوانات و... ومعناها يرفوا بهم ويصفوا عليهم و... ويعيشون في بيئه سليمه ما نحكيوش على بشر يعني بشر لازمك توفر له بيئة سليمة ما مي... هيش مزية واجب المشكلة هذه ريتهم اللي هي هذه فضلات نتاع معناها يعني بقايا أدوية فضلات معناها يعني فيها الدم فيها نتاع ال ال الأدوات الجراحة معناها فيها حتى نتاع مخلفات نتاع الكورونا فيها برشا حاجات نتاع الدياليز نتاع الدم حاشاك الأمراض الخبيثة الكل معناها ريتها كلها موجودة اللي وين تراو قاعدين تشوفوا تو معناها هذه هذه إشكال كبير أنا أنا حتى قلت في وقت سابق قلت الفضيلات هذه ما لازمش تخرج على لن قدام الناس على الشارع على الاقل يتم حفظها يتم تخبيئتها خاطر علاش المشكله هذه كانت تفرط وكانت تحل خاطر ثم البرباشة اللي يلوجوا على البلاستيك ويلوجوا كذا يحلوهم يفرطوهم يقطعوهم باش يلقاو كالبلاستيك البلاستيك علاش خاطر هذوما فيهم حتى البلاتوات اللي يعطيوهم بالماكله للمرضى فيهم البلاتوات والبلاتو هذوك هذيك البلاستيك يجيو جماعه البرباشة باش ينزو هكا البلاتوات هذوك باش يلمدوهم يفرطوهم دونك هذي هي اشكال كبيره خاطر مخلطين باللابيري ومخلطين برشا حاجات معناها مشكل كبير ما لازمهمش ما لازمهمش يكونوا موجودين هنا على الاقل خبيهم حطهم في بلاصه مامنه من وقتاش الاوساخ هذه موجوده هون هذه توا احنا نقولوا توا فما 42 يوم 42 يوم هذه توا الاوساخ بالضبط 42 يوم اليوم داخلين في 43 يوم. ماهوش ينقصوا منه ويبعدوا حتى شويه على السبيطار. م... شيء توا من فما حتى شيء نستناو توا في القرارات الجديده اللي مش تخرج على ما صار ضوء اللي صار البارح في عقارب وربي قدر الخير احنا هيك النجم نقولوا خاطر بالحق راي الحلول موجوده راي سفيقس كبيره برشا معناها ثم برشا بلايص نجم تعمل فيها معناها مصبات اخرى وبعيده على المتساكنين وبعيده على الناس وبعيده على مناطق العمران راي سفيقس كبيره برشا نجم تحط فيها معناها مش حتى مصب واحد نجم تعمل حتى اربع مصبات نجم تعمل حتى على كل ثنيه مصب خاطر الاثنين متاعنا طويل برشا وبعاد على مناطق العمران فما برشا بلايص بعاد على مناطق العمران تجي تعمل فيها كل اثنين مصب سهل برشا معناها سهل حتى على اعمال البلديه في التنقل نتاع تنقل متاع نفايات من مستشفى الحبيب بورقيبه جينا للبرد وتفاجئنا بالمناظر الخلابه على الصباح تقريبا والله انا حبيت نجيبكم البلاصه هذه باش تشوفوا على عينيكم معناها مش كيما تسمعوا كيما يقولوا كيما تشوفوا شوفوا ريتوا البلاصه هذه 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 في في بلدان اخرى راهي تنجم تكون حاجه معناها حاجه روعه خاطر بلاصه معناها على البحر ومنا منظر ينجم يجي برشا حاجه تنجم تصير وتلا تنجم تصير برشا حاجه مي الله غالب احنا مشكلتنا نستثمروا كان في الزبل نستثمروا كان في الوسخ ما نستثمروش في الحاجه المزيانه الحاجه البي اللي تنجم تفيد لك البلاد اكثر من هكاك معناها تشوفوا كل شيء قدام عينيكم سمحني هذا مصب فرعي ولا شنو بالضبط هذا مصب القديم هو هذا المصب القديم وهذا اللي عاودوا تو قاعدين يصبوا فيه هذا تو قاعدين يعاودوا يصبوا فيه من الاول جديد باش هكا كيما نقولوا احنا ينقصوا شويه بريسيون حتى لين يتحل المصاب بتاع الجنة اللي هو الجنة زاد فيه اشكال انه سي فيه قرار غلق هذه الاشكال تو في صفاقس كامله الاشكال اللي قاعد في صفاقس كامله هو بين المصب القديم وبين المصب الجنة وتوع حتى وقت اللي قالوا مش نعملوا مصب جديد في في المحرس اهالي المحرس دخلت وقالت مستحيل لكن يصير لنا مصب في المحرس اليوم الصفاقسية الكل تقريبا يعيشوا أزمة هواء ما فماش هواء نظيف يشموا كان في الريحة الخايبة يشموا كان في الزبلة شنو طلباتكم الرسمية والأساسية اليوم حتى لو أنها معروفة لكن شنو تطلبوا بالضبط اليوم والله شنو نطلبوا 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 حاجة بسيطة برشا احترام المواطن مش محترم احترام المواطن في سفيقس بالحق ما هوش عاملين ما هو عاملين حساب للمواطن في صفاقس جمله ما هو مش حاسبينه اصلا انسان ما ثماش حتى ذره انسانيه من الدوله بالحق ما ثم حتى ذره انسانيه للمواطن في صفاقس كي كي قد ما نحكي لك على التهميش وقد ما نحكي لك على على الحقره بلغتنا احنا كي نقولوها حقره حقره شيء صفاقس دوله وشعب مهمش مش دولة ولاية وشعب ولاية وشعب مهمشين الزوز من البنية تحتية من آآ من آآ من, آآ من, آآ من اماكن خاصه للترفيه ما عناش ما يدير الوزير لهنا ما فماش حاجات باهيه ممكن تخلي المواطن سعيد بين المصب هذا خذ لي قديم خلينا نأخذ حكايه المصب هاو مازال فيه لـ سمحني لـ الفضليات يا اخي وقت اللي تبدل المصب في بلاصه اخرى ما ينظفوهش ما يحاولوش هكا يبقى كما هو يقعد كما هو إذي... الخايب تقعد كما هي هذه البلاصه ريتها عندها تو سنين ربي هكا سن... سنين ربي هكا معناها عرفت اللي ثم ثروه ثروه بحريه لهنا قاعده تتضر في جره المصب هذايا نحن حتى لو كان زميلنا يورينا الصور ثم يعني سوق نتاع حوت هوني نشوفوا حتى التجار داخله خارجه ثم سوق تحو ثم لهنا البورت وين هنا تتجمع كيما نقول احنا البالنسية الكل يهبطوا الحوت نتاعهم ويهبطوا كل شيء ويبيعوا لهنا الحوت يتغذى من الفضلات هذه يتغذى بتبيعه يتغذى من كل شيء بعد المواطن ياكل ويقول وبعد لا. ياكل المواطن اكيد ياكل في السموم المواطن شنو قاعد ياكل بخلاف هكايا احنا في صفاقس ناكلوا في السموم ونشموا في السموم ناكلوا في السموم ونشموا في السموم بعد السموم اللي تنحات التالي اللي ورايا نتاع السياب تشوفوا فيه جبل هذاك 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 جبل السياب